اجا يا شباب، اجا واخيرا. شغلي سباي جلاس. عدى من ناحي. أنا ما أعرف حطه غير هون. عم يكسر من فوق ولا من تحت؟ إن شاء الله ما يكون شافني. مشكلة الوايفرين تبعه لقيت فيه أنا. دخل صح؟ ايش صار؟ ايش اللي صار؟ كأنه مات؟ سمعت صوت كأنه مات. شلون مات؟ شلون مات هيك؟ اصبر خليني ارجع البوش. شلون هيك مات؟ مع انه هدول اللي عندي هون بسف كلياتهم. ما جاب بوي فريند ثاني. بلش وقت الخطة. صار وقت الخطة هسا. ايوه كسرها هون. انا سو هلا بسكر عليه. والله يا ربي، والله يا ربي، والله يا ربي الارود السود فيك والله. نوم 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 نوم. انت غدار، انت مبسوط؟ الغدرنة بدمك، مبسوط؟ الغدرنة بدمك ولا لا؟ مش مبسوط. هلا حد في حيرجع يموت. حشرت الزاوية. اسمع حد في طول لما اصحى انا. شلونك؟ والله بخير، وانت شلونك؟ اه يا حرامي. شو؟ انا حرامي؟ اه حرامي. بتعرف عن جد اللعبة بتعطيك شغلات صراحة رهيبة كتير. اه ما مكت. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، اوه ماي جاد. اخيرا يا جماعة اخذت حقي منه.
بده يرجع، بده يرجع اكيد. اوكي شفتوا لي الحشره اللي حشرت اياها؟ او ماي جاد، هل حيجيني؟ حيرجع لي اكيد، رح يرجع لي. والله يا جماعة قلت له اطبخ، صار لي 3 أيام بستناه، 3 أيام بستناه، نفس الانتظار بنتظر ياك اليوم. كان أخيرا جا وفش قلبي، أخيرا إجا وفش قلبي. حيرجع ولا ما رح يرجع؟ محمد وينك يا محمد؟ محمد لا تخاف حبيبي، تعال تعال، لا تخاف لا تخاف، انا مت بالغلط، تعال تعال لا تخاف يا عمري، تعال. وينك وينك؟ 3 ويفرينات صاروا عند بيتك حبيبي، وينك وينك يا عمري؟ تعال تعال يا قلبي، وينك؟ ايش صار جوا؟ اوه حشرني جوا. اوكي محمد وينك يا حبيبي، وينك؟ طلع والله اكثر جوا هو، صح؟ لا لا هذا مش محمد. وينك يا محمد؟ ممكن تطلعني بس فوق؟ ممكن اطلع فوق؟ لا 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 قاعد برم الحيوان، الحيوان سر. محمد وينك؟ لا تخاف، تعال يا حبيبي، وينك وينك وينك؟ استنى استنى وين؟ شفتك 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 شفتك، تعال وينك؟ لا تخاف لا تخاف حبيبي، تعال تعال. هي مطولة معاك يا زلمة، وين بدون رايفرن؟ بدون رايفرن ولا وينك وينك وينك؟ بدون رايفرن وينك؟ بدون رايفرن. لا لا ما اسمع اسمع والله كنت كنا اسمع كنا بنمزح على فكرة، كل ما تقرب على الصوت بيطلع. لا لا تعال تعال لا تخاف، تعال 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 لا تخاف، تعال. يا الله لو سويت الجلايدر بس. يا وقعد محمد بس عنده وقعد. حمزة حمزة جايك يا حمزة، تعال انزل تعال انزل، حمزة جايك. اصبر اصبر، ستوب 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 ستوب، لا لا فش ستوب فش ستوب يا اخوي، ستوب ستوب لك ستوب. والله والله ستوب ستوب، تمام تمام، تعال لا ما في ستوب يا اخوي، تعال لك تعالوا تعالوا فين؟ تعال تعال. ايش كنت تحكي؟ تحالف تحالف شو؟ ايه يا حيوان يا ساقط، لا تمسك اغراضي، لا تمسك اغراضي، لا اروح اسكر كل بيوتك اللي بالماب. فاضي شنطتك؟ والله فاضي شنطتك. الو فاضي شنطتك؟ هي كيف كيف فاضيه؟ والله العظيم فاضي، حتى دراعه ما فيها. كيف ما فيها؟ لا يا حيوان كيف؟ طب خليني اشوف كيف. يا والله يا زلمه قسما بالله ما ادري، ها ولا اي شيء فيها يا جماعه، شايفين؟ والله ولا اي شيء. حمزه تعرف ليش؟ ليش؟ لانه نيته وسخه ما بتوفق. عرفت؟ خلاص خلاص تحالف، لا تضلك تنيم يا حيوان، خلاص خلاص تحالف، خلاص ماشي تحالف. اسمع بعطيك هديه كمان. طب صحيني صحيني، خلاص صحيت. بس لون مقلب باللام كويس عشان تتعلم ما تسرق حدا. لا والله انا ما بتعلم يا اخوي. طيب اسمع اسمع بالله 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 عليك، لا تروح. أيوه. لا تلو قلت لك خلصت حالف، حاطيك هديه كمان. اصبر اصبر يا حمزه، هات شوف. طيب يا زلمه اشوف، شيل السلاح من ايدك، شيل السلاح من ايدك. ياهو كود يا بزر. والله داري والله داري. ما عاد في هديه، ما عاد في هديه. يلا سلام. لا وين رايح؟ وين رايح محمد؟ وين رايح؟ استنى استنى وين رايح؟ بمزح معاك يا زلمه، بمزح معاك، تعال تعال. يعني اعطيك هديه؟ اهدى يا ولد، لك اهدى شوي يا اخي. ما بعرف ليش هيك انا الاي يعني، انت انت سارقني، لك انت سارقني ولك عين كمان. ما سكت السهم جا في رجلي، اهدى السهم جا في رجلي. ايش رجلك والله؟ ها شايف الايم عندي بيض يا زلمه. طيب اهدى لاعطيك الهديه. طيب وروح خلص، يلا هات شوفها، خذها وفرينا خلاص. وينها؟ طيب تعال
ايوه والله يا حمزة، والله يا حمزة. ما معك غرض؟ ليش؟ ما معك غرض؟ ما أدري. يا حيوان يا واطي، جاي وانت فاضي؟ اه؟ لا والله، والله مثلك صافينا. جاي وانت فاضي اه؟ لا والله، ما رميت لك غرض. خذ هدول إلك. والله استنى. عندي كثير منهم. بدي اروضك، ما مش ظابط. خير عليك. حتى بهاي مش شفت بتروض بهاي شكلك. لا ما بتروض بهاي. طب هذا اي بتروض بالاكل خربان. استغفر الله العظيم، والله الحق علي اني جايك بهديه. والله صار لي 3 ايام بستناك عشان اعطيك هديه. ايه والله 3 ايام بستناك عشان اعطيك هديه. يلا صح 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 صح، اتوقع معي هون توتي. صح صح، تعال تعال تعال. ها يلا صح صح. ما اخذتها؟ شفت الهديه؟ لا وين، ما رمت ليها اصلا. اذا ما عند، ما سويتها انا اصلا. والله خلص هي، انا سويت لك اياها. تدري اني بقدر اطير؟ طلعنا فوق. كيف بدي اطلع فوق هسه انا؟ بالجلايدر. ما عند، اعطيني التليبورت اللي معك. اسمع، روح افتح التليبورت وارجع، اعطيني التليبورت وروح عشان اروح انا اجيب التليبورت عشان اجيب ديناصوراتي. طيب ماشي يلا. يلا بسرعه. بروح معك؟ ما بصير. يا جماعه. والله صار لي 3 ايام. ليش تخدرت انا؟ دقيقة اروح له على الديسكورد. دقيقة حمزة، ايش؟ رجعت؟ تخدرت حمزة، تخدرت، رحت لنا على البيت تخدرت. يا زلمة كيف تخدرت؟ ما ادري. ما بقدر اطلع لك يا زلمة، ما بقدر اطلع لك. قسما بالله مخدر والله. وعم يرتفع التورمر. من حفرة لأخيه وقع فيها. سبحان الله. سبحان الله. أنا كيف بدي أرجع؟ خلاص خلي الوايفر هناك، برجع لهم بعدين. خليه أخي، خليه. سأرجع البترودر اللي ما بعرف وين ضاع أصلاً. على كل حال جيجي، وأتمنى هذا يكون درس لك وربوك الشباب. يا أخوي علي، صح صح، علي موجود صح؟ علي عم صور. بس رجعوا الحلقة الجاي. تتهنى انت ويا، انا ما لي علاقه. بس ريجو بجيب لك الاغراض تاعونه بحطهم عندك. لا والله ما عندي مشكله. او بفوت بحساب الثاني وبسميه ذا ليدر. شرير. اوكي اتمنى يكونوا ربك الشباب. يلا نشوفك على خير. مين رأي يسمي ربي عالك؟ ولا تعال تعال، بصحى يلا جايك. خلاص صرت رايح، تعالوا اكتبوا لي. فش سبحان الله، فش ولا ديناصور هسه يقتلني. خلاص برجع بعدين الويفرنات. اوكي مش عارف حطيتهم اصلا. جيجي باسل اسكس، تعال تعال جيجي. يلا سيو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مثل ما شفتوا بالمقطع يلي مرق اللي صار مع حمزه، يب صليت 3 ايام عم خطط له. كل يوم بقعد، اول ما هو بيدخل بيصور انا بقعد بستناه ومجهز له لليوم. سبحان الله، لحتى اجا وتجرأ انه يسرني، والحمد لله الشباب الطيبة كانوا له وقدروا يوقفوا وقدروا يتصدوا له وعدت الامور. يعني في المعنى الحرفي انه شدينا له اذنه، رصينا له، فركنا له اذنه شوي. الموارد ما لي سائل عنها، لكن لحتى ربي انه مو كل مرة بتسلم تجرأ اذا بدك تجي تسرق حدا. فيب يا شباب، اتمنى تكون عجبتكم. نقول بسم الله ونبدا حلقتنا لليوم. اوكي يا جماعه الخير، مثل ما شايفين انه زايد الاعداد عندي تبع البشريين، وشفتوا انه كان في اربع بشريين كانوا عند بالبيت هنيك عند حمزه. هدول الصراحه هنيك جنودنا الاوفياء، شايفينهم حتى في منهم مخدر اللي ضربهم. فيا يا جماعه، روض خلف الكواليس وما ورجتكم اياهم حتى خليهم مفاجاه، لانه في مفاجاه جدا كبيره واللي هي هي شايفينها. هلثة مليون دمجها، حتى 97 نقطة بالدمج. حوريكم ياها لكن مو هلا اليوم. وقبل ما نطلع خلونا نسوي شغلات جدا مهمة. ناخذ هذول 59. اول شي نسوي جلايدر بدل اللي اعطيناها لحمزة، لانه رح نحتاجها. نكتب دي اي ال واعطينا وحدة جلايدر لو سمحت، وناخذ اكس وبيكاكس
وبنقدر هاي كمان. اوكي لا بدنا ميتال انجوت، ما عندي الاور الكافي، فلذلك اتوقع انه هدول يكونوا اقوى يعني، عرفت شلون يعني، يكونوا يجيبوا موارد اكثر. على كل حال نحن رح نجربهم لانه محتاجين اساسا نجربهم. بسم الله. شوف هدول شجرتين مثل بعض بالبيكاكس، هاد اعطتنا 1760 ثاتش، بهي 2100، في فرق كبير صح ولا لا؟ مع انه هديك مطورة على الاخر، لكن ما علينا. طيب يا جماعة اليوم شو بدنا نساوي؟ انا على طاري فتحت من هدول كثير، وحتى جاني هسه، خلونا نفتحهم قدامكم نشوف ايش حيطلعنا. حلو، انا كان بدي سيكل، عن جد كان بدي سيكل وجتني سبحان الله، فيب ممتاز. وعندي شغلات كثير من هدول حقدر اعمل لهم سالفج ونقدر نتطور فيهم. على كل حال خلينا نحطهم هون. خلال ترويضاتي لهدول البشريين وهيك واجهت عدة اشياء وعدة شغلات كثير كثير حرفيا، يعني حتى مات قدامي ديناصورات برايم تبعات مود برايم الفير، شغلات عن جد غريبة عجيبة. فلذلك حصلنا لنا شوية موارد، فيب اليوم نحن جاهزين. هاي قتلت بوس من بوسات شو اسمه بالكارنو تبعي، ما ادري. اوكي تعطيني كبلات، شو النين؟ باراسورو ايج ودودو ايج وكومبي ايج. حلو، طيب هاي شو بتعطيني؟ الوان. طيب هذول كلياتهم ما بحتاجه، خليهم هون وناخذ الكبلات ونحطهم في البراد. الكبلات اتوقع اني هلا حاليا ما بحتاجه. طيب موضوع الارنب، موضوع الارنب حليته الحمد لله، قريت عنه، كاتبين انه لازم احط وندرينج، وطبعا انا حطيت وندرينج، لازم احط بقلبه جزر. بس البزر شكله اكلهم، خلونا نجيب اساسا شوي جزر بس نتاكد من شغله، انه هل هو فعليا بيعطي كثير ولا لا بيعطي شوي بس. اذا بيعطيني على كل ما بحط له جزر حبه او حبتين فرح تكون مصيبه. اوكي تفضل، هاي جزر محطوط المفروض بهيب وين بهيب. اوكي محطوط وندرينج، ما ادري هل بجيب واحدة بس ولا بجيب اكثر. بدنا نروح نروض الجولدن دول اليوم لانه مهم جدا، رح يعطينا البيضة الذهبية، بنروض فيها شغلات كثيرة كمان مو شغلة واحدة. طيب البتردون هاد رح نلفله، معاي انا اكس بي بوشن، قلت لكم مات قدامي برايم، فرح نعطيه اكس بي بوشن ماكس ليفل. هاد الدلتا رح ناخده معانا كمان، اتوقع انه نحتاج نقتل فيه اشي او هيك. فايب اوكي 140 ليفل، صراحة ماني عارفان كم اوصل له هيلثو، واتوقع اني بوصل له يا لعش. اوكي صار 11 مليون اساسا، نسوي 15. اوكي 15 اتوقع منيح، والباقي اوكي نعطيه واحد سرعة والباقي دمج. تمام ويت ستامينا عشان ما يضوجنا. طيب حلو نجرب دمجه، لاني الصراحة ما جرب دمجه لحد الان. وهي المنطقة مين مسح الشجر منها؟ شكله والله حمزة جاي عم يدور هون وما لقاني. طيب هذا شو؟ اوكي نجرب. هي هي وابنها 400 ألف، والله نايس، والله نايس، ممتاز جدا يا جماعة دمجه. طيب شوفوا خلوني ارجع البيت اعطيه المشروب تبع الهيلث، هو صح بطيء بس انه بهيله اقلها، اللي هو المشروبات تبعات البيبي. بتعطي شوية هيلث، امنا بتكون تمام، لانه بدي اطلع فيه وبدي اروح اجيب الوايفرين، اجيب بيض وايفرين. الصراحة الوايفرينات اللي مع حمزة عجبوني، يعني هيلث كل واحد منهم هذيك الحسبة وعنده مليون قصة. طيب خليني اهيل الجريفن بس ونطلع. طيب هذا الكبل رح احطه هون لانه اشوفه انه عم يخرب بسرعة، فلذلك خلينا نخبيه. تمام ونشوف البني هذا، ورجيني طلعت شيء. اوكي ما طلع شيء. طيب لا اصبر، ديسيبل وندرينج، انيبل وندرينج. يلا يا حبيبي طلع لي من هذا الكبل، صراحة والله محتاجه. طيب يا جماعة الوايفرينات وين رح تكون؟ رح تكون في الصحراء او في الثلج. فاول شيء حنشيك عليه اللي هي اللي بالصحراء، طالما الدمج تبعنا عالي فاتوقع انه ايزي رح نجيب البيض تبع الوايفرينات وتكون امورنا كلياتها تمام. اوكي افترض انه اوه هي الدلتا صح؟ والله شوفوا بنحتاجها، بتعطينا فلتلايزر بس في بوس ناحة تخوف والله العظيم. طيب افترض انه هون في جرافينات بالهبل بالهبل. او ماي جاد او ماي جاد، لا نو واي بليز نو واي، يعني انا كيف ادخل واسرق بيضه؟ ها
اوكي تبع حمزه. اوكي اوكي شقو. طيب انا كيف ادخل اسرق بيضه هلا هلا من هون؟ شوفوا كم ماي فرن يا ولد. ايش ادخل جوا؟ عجو لاقي بيضه هلا. انا البيض بعرف انه مو جوا، البيض برا، بس مشكلتي انه كمان بطيء يعني مو هالسرعه الزايده. انا الجريفن تبعي. طيب لازم ندور هذا. هل كم هلثك؟ 5 مليون. انت اوه والله كثير هلث، والله مستحيل يا جماعه. اوكي ارتفاق بيضتين. ايش هنن؟ الفا بويزن. اوه حلو والله، هيك والله حلو. اسمعوا لازم نسحبه. اوه يا ولد يا ولد، كيف اجيبهم يا حبيبي؟ خلاص والله سحبت منه كمية منيحة تدرون، صار بقدر اني اشرد من هون هسا و نرجع. ايوه خلوني ارجع للبيض، مع انه لسه في كثير، بس انه ابسط الاحتمالات انه نكون سحبنا منه شوي. اوكي اوكي سحبنا منه منيح والله. اوه ماي جاد، وين كانوا البيضتين؟ اوكي هون جاء البزر، جاء البزر. شو رايكم نعملهم هيك؟ نمرق من بيناتهم رح يلحقوني كلياتهم. ايوه ايوه والله شوف كم واحد وراي. تعالوا تعالوا انتوا كمان تعالوا. سلام عليكم يا شباب. هلو هاو ار يوز، هل انتم بخير؟ والله موتة حتكون وخيمة. اهلا يلا يلا تعال. ايش هذا؟ اوه ماي جاد والله. شوف انت انت بزر، انت ادري بيك. اوه هذا يطيحني، عرفته. شوف اصابع. هاي والله صعبة حتكون، والله صعبة حتكون، مستحيل كثير كثار. كثير كثار. جو. طير! شو أعمل معكم طيب؟ اوه هذا السريع. المصيبة بهذا السريع. كسحبت منه شوي قدر اخذ البيضتين. اوكي لا. لا والله. تعالوا. هذا مشكلته انه بيطيحني على الارض، واذا طيحني واستلموني يا عفو الله ايش حيصير فيني. هل يا ترى عارف تجيب يشتغل؟ اصبروا. لا والله عارف انه بيطيحني. متنا متنا. كاتروا عليه اولاد الكلب. كيف؟ لازم اجيب البتردون. لا تلي اسود في البيت ده. ده ده اكسر لي هذا. يا الليل يا الليل الغبنه. يا ريتني حاطط التراكر يا اخي. شايفين شايفين الغباء اللي عندي هنا؟ وينه؟ كيف كيف اقول له تعال؟ جاني؟ لا والله يا حرام.
او ماي جاد ما انا قادر يطير بموت بموت مات مات الالفا جريفن يا جماعه وهذا حيموت بلحق او ماي جاد ايش ذا هاي لحني والله العظيم عيب عليك ايش هو هذا لحني سيليستيال صح مات الجريفن يا جماعه مات الجريفن يا جماعه لسه ما تهني هاي خلاص اوف يا ويلي وش ذا هن بيطيك ان ناخذهم اخذت انا بيت صح وين البيض اللي اخذته؟ اه صح بس يقتلوني بيروح البيض. طيب ننزل ليفل هذا. وقت اللي بيقتلوني البيض بيروح. انا بس بدي افهم شلون طيحني، اتوقع السيليستيال هو اللي طيحني قبل ما لزينه. طيب انا بدي امره بس اكبس حرف الجي واشرد. ما لح اوقف. بس شوفوا شوفوا كم واحد. شوفوا كم واحد، شوفوا هون في بيضة حلوة. ايوه فتلازا الفا وايفرين اوكي شوف حتى هذا لو مات مو مشكلة ايوه اخذت 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 بيض اوه حلو 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 هاي هون في بيض جيب 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 هون في تنتين ايوه شوف ايش يا ولد وراي صح وراي السيليستيا صح اهلا بالشباب الطيبه اهلا بالشباب الطيبه اصبر كم بيضه جبت هاي اوكي ما هو مع اللي هي اوكي ديك البيض طيب معناتها ضلوا مع الجريفن طيب الفا وايفرين الفا لايتنينج وايفرين الفا وايفرين البويزن وايفرين الفا بويزن وايفرين فاير وايفرين عادي الفا وايفرين ما في ابيكس بويزن وايفرين والفا لايتنينج وايفرين نعملها دورة ثانية ما رأيكم بس اول شي ننزل ناخد ستامينا اسمع انت بقدر اعطيك تركة صح اساسا انك ما راح تصمد يعني ما راح تصمد اساسا عرفت شلون يعني انت اساسا ما راح تصمد انك راح اجيب اسحبك بس نو بروبلم ان شاء الله هذا ما يموت لانه اذا مات ما عندي وسيلة طيران ابدا ثانية ما عندي غيره بس لكن المشكلة اني لازم انزل بيناتهم حرف الجي حرف الجي حرف الجي بسرعة بسرعة ايوه هون في تنتين امبر اوكي كاني ورطت حالي انا او ماي جاد شب 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 ها اوكي اربع بيضات اوه هلا يا هلا اوكي اوكي هون في بيض متنا متنا صح متنا صح اوكي جي جي بتردون حبيبي الله معك باي باي بسرعه بسرعه بس لحقوني خليني الحق اسحبه ما مات لسه لسه ما عطوني شعره بسرعه والله انك كفو والله انك كفو ربي وين البيض اللي كانوا معك بس يقتلوني البيض بروح يا شيخ حرام والله جبنا كم بيضه يعني محترمات شوي مو كثير يعني هاي لايتنينج هاي 500 هاي خليها بدنا اياها افسها اوه هاي 555 هاي كم 550 لا اعطيني 555 او منفس تنتين اسمع منفس تنتين الفا بويزن الفا بويزن وبويزن عادي لا بناخذ هذول التنتين الفا بويزن هذا فاير وايفرن عادي هذا وعادي وهذا عادي يا عمي حطهم بالبراد الا ما نحتاجه شيء صار لازمنا جريفن جديد والله والله صار لازمنا جريفن جديد طيب ما علينا خلونا ننزل البيض شوف هلا حيفقس هون بدون اوكي تو كولد طيب ادري شو بدكم هلا
بدنا مكيفات وبنقدر نستعمل مكيفات ايزي. صح، على طاري شوفوا كمية الفاي الميتال اللي عم بحرقها، شوفوا عم بحرق كميات ميتال كبيرة. وجبت كمان اوكي لسه ما بلش الصناعة صح؟ يوم جبت من هدول سوي لي بدنا نبلش نبني البيت. طبعا البيت رح نبنيه بهي المود، بهذا المود. اتوقع انه اغلبكم بيعرف انه اول سلسلة برايمي في لعبتها بهذا المود. صراحة كان المود جدا جبار. ياب خلونا نحط هدول ونفقس البيتين. طيب انتو شباب بسف لا حدا يتدخل. ونمي البيضات ونجيبها نعمل برنتينج. انت شو صار معك؟ جبت لنا وزة لسه؟ يمكن ما جاب. والله والله كان يجيب يا جماعة، بخجلني. انتو شفتوا بقلبه صح؟ شفتوا بقلبه، بس شكله كلتش يعني. عادي شكله كلتش، مو مشكلة. ان شاء الله يطلعوا بيستاهلوا، ما يطلعوا ابو كلب وبيض. بس يا رب، نقول يا رب يعني. اوكي شكرا والله على الهاتش، والله عن جد شكرا على الهاتش يا زلمة. اللون. طيب تعال خلينا نجيبه ونحطهم هون. ما بموتوا من الجوع طبعا، لانه حاطين احنا الجوع بطيء، بس حلو. الفا بويزن، هذا الفا بويزن، هذا لايتنينج وهذا اللايتنينج الازرق. والله الازرق خرافي، والله الازرق خرافي الصراحة. شوفوا انا الالفا هدول رح يفيدوني، اتوقع انه نجيب فيهم بيض الالفا على ما اعتقد. تمام، رح يجيبوا لنا بيض الفا، لذلك لبين ما يكبروا خلونا نروح لاي مكان في ديناصورات عادية فقط ونجرب فيه شو اسمه البشرية اللي قلت لكم عليها. والله يا شباب عن جد انا بهرتني يعني، حرفيا بهرتني. طيب حلو، بما انه هون في براكيو، وهذا البراكيو اساسا هي ما ادري حاس تصدمكم بقوتها انها ممكن تشقوا ايرما. نب خليني اصدمكم واقولكم انه هي ممكن تشقوا. فايب اقدم لكم رمية الرايفل الاستاذة. الله يخجلك. ايوه انا ببعد شوي لانه حيضربني. شوفوا كيف عم تقتله، 2500 رش وانا عاطيه بس 97 ليفل بالدمج. والله يا جماعه خرافيه، وربي خرافيه يا جماعه، صح ولا لا؟ بالله عليكم قولوا لي خرافيه ولا مو خرافيه؟ يعني الا ما تنوبني طرطوشه من اي شيء بسويه، من اي شيء بسويه الا ما تنوبني طرطوشه. لا تسالني ليش، عن جد ما بعرف. استغفرك يا رب واتوب اليك. طيب نرجع ننزلها بس هالمره بالجلايدر، بس من هون طريقنا صح؟ ايوه قتلته ولا لسه؟ وينها؟ لا تقول لي قتلها. لا تقول لي قتلها جد؟ هاي ليش وقفتي؟ كملي علي للبزر. طيب نرجع مرة ثانية، بسف هي بتعلق يعني تعليق. اوكي شايفين الطلق وين عم يجي؟ عادي 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 عادي، الا روحي لهون وهلا اضربي عليه عادي. شايفين؟ والله دايم، والله دايم تعطيه، مش مدري ايش هو هذا الافكت، بس عن جد خرافية. ما ادري اكتبوا لي رايكم بالتعليقات، هل هي عن جد خرافية ولا لا؟ خلينا نقتله ونكمل عليه بهذا. طيب انت بسف قتلوا قتلته هي. والله كفو عليك الصراحة، عن جد كفو عليك. تعالي تستاهلي، والله بتستاهلي عن جد يا جماعة. ما توقعت انه تكون هيك، ممكن اذا كان ليفل اعلى او انه بوس فممكن ناخذ بوس اللي برش رح يكون دمجه اعلى. طيب اربع ليفلات هاد دمج، هيلت اتوقع ما عاد نحتاج ناخذ هيلت. طيب شوفي قدامنا ريبر كينج، بنقدر عليها ترى. فانا بدي اشياء تعطيني
ان هاي الحشرة ما لها داعي. اوه شيت بس لك اسمع. اوه شوفوا هلتي انا كيف. اللون صار اسمه فامباير فامبريك. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. ريلاكس مرحبا شباب، نعود اليكم اليوم بخبر وفاة الكارنو الاسطوري. اي والله مات والله مات. اي والله ما ادري يعني، الحمد لله على كل الاحوال. هم فقدنا الان ما بعرف شو سميها. شو صار معكم انتو؟ خلصونا عاد مليونين متود. بس بده سدل. طيب الارمر هذا هذول مو من مود اتوقع. شو اسمه اتوقع مو من مود برايمال فير، لانه مود برايمال فير ما بيعطي ما بياخذ سدلات يعني الوايفرنات تبعه. فاتوقع انه هذا من مود اكستنشن. اوكي حتى بخدر شيء بسيط. طيب والله خدر 2000 تدرون. بدي اشي اجرب عليه براكيو او اشي هيك يكون يعني عادي ما يذبحنا. والله الريبر كان اسمه ريبر كينج يا جماعة، ريبر كينج عادية ما كانت هيك. ما ادري ايش صار. ايوه تعال انت حبيبي. اوكي لا اله الا الله. اوكي كم العضة؟ العضة 4000. اوكي هذا اتوقع مو برايم الفير يا جماعة، اتوقع مو برايم الفير. والله العليم انه هذا مو برايم الفير. طيب تعالي اطلع لي اذا كنت رجال. اطلع من وراها. ايوه تعال كان عم يدمجني الي. اي والله بزر. ايش بهالمخلوقات صايرة هون هيك بتاكل هوا؟ جاك ليفل كتر خيرك. معناتها اذا كنت راجل وقفلي. يلا اذا كنت راجل وقفلي. يلا خليك لا بالله عليك لا تروح. يا زلمة لا تروح. تعال. اي موت رجال. موت عاد. زين شفت ليفلات لنشوف كم راح يوصل هيلثا دمجه. اوكي 9 ليفلات بس، ما راح اعطيه اكس بي بوشن ما بستاهل صح؟ طيب تعال شوف انت تعال. ايش بك؟ فدي اوكي الدمج زاد وهذا الشيء مبشر بالخير انه دمج الهيئة بتزيد. طيب حلو ما علينا مشكلة بإذن الله. لحاول ألفنه خلف الكواليس لأنه اكس بيات ما عندي كثير وما بدي أجيب العيد. البويزن هاد جربه تجربة إذا بخدر أو لا، تجربة بسيطة. شوف لنا أي شيء بياكل البويزن. أوكي هذا بياكل هذا أحلى شيء. نيو كيد بس ما بيعطي سي اكس. اوكي بس نيوكد يعني بيعطي بس دمج بس. ده حلو ما فيه هذا ما فيه وقفه. حلو ممتاز. طيب اذا اعطينا عطا اوكي ما بيخدروا.
اوكي ما علينا مشكلة، يعني اذا ما خدروا عادي اساسا ما بهمني، بس كان فكري انه اذا بخدر كان بيكون افضل. وين بيتي؟ هاي هل بيتي ضيعت. اوه شوفوا كم واحدة. اوكي والله حلو والله حلو. اهلا. طيب اقعد هون مع اخوك. تعال تعالوا نضبوا. اهم شيء انه برنت، مع اني اشوف انه ما فادوا كتير، بس اوكي باذن الله الحلقه الجايه راح يكون في تطور رهيب. طيب اتمنى تكون عجبتكم حلقتنا اليوم، استمتعتوا فيها واستمتعتوا بالمقدمه اللي صارت. يلا اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام عليكم.